التجربه اللي احنا شغالين عليها هي تجربه تعيين كوفي شوب امباكت، الغرض منها تعيين السي اي اللي هو اف اكشوال على الاف ثيوريتيكال. الاف اكشوال هي اي فورس بحسبها او بعملها، بحسبها من غير معادلات، يعني بحسبها عن طريق اوزان او بحسبها باي طريقه، لكن الطريقه لكن الاف ثيوريتيكال هي الاف اللي بحسبها عن طريق المعادلات. طيب نتكلم اول حاجه على الاف اكشوال. عشان نبتدي نشتغل على الاف اكشوال لازم اول حاجه اعمل حاجه اسمها معايده الجهاز. لازم معايده الجهاز دي تتم والجهاز مقفول، لازم تتم والجهاز مقفول. اول حاجه قبل ما ابتدي معايره بحط كتله قدرها 50 جرام في العمود اللي شايل الاوزان، وابتدي بعد كده ابتدي احط المعايره. اعمل المعايره بتاعتي، المعايره بتاعتي بتتم عن طريق الصابونه السوداء اللي فوق دي لحد ما يوصل. في عندنا لو بصينا عندنا تو انديكيتور، انديكيتور فوق انديكيتور تحت، المسافه بين التو انديكيتور هي نفس السكنس بتاع البليت، فلازم يكون الخط اللي فوق مع اللي فوق واللي تحت مع اللي تحت. ابتدي اقعد الف الصابونه بتاعتي لحد ما اتفقنا الانديكيتور تكون مع بعض. طبعا وانا لازم انا بعاير جهازي واكون واقف في مستوى الجهاز، يعني بحيث اشوف الافقيه ان الخط اللي فوق مع اللي فوق واللي تحت مع اللي تحت. كده احنا عايرنا الجهاز، يبقى كده كاني صفرت الجهاز. طيب تاني حاجه هنبتدي نشغل الجهاز بتاعنا ونشوف الاف اكشوال نتيجه تاثير الجلد. لو جينا بصينا كده هنلاقي اللي حصل، هنلاقي الانديكيتور نتيجه تاثير الجلد طلع لفوق مثلا مسافه قدرها وليكن 50 مللي. تمام، هبتدي احط الاوزان بتاعتي. اول حاجه لازم نبتدي نشتغل الاوزان، نشتغل الاوزان من الكبير للصغير، من الكبير اللي هو 200 جرام، بعد كده 100 جرام، 50، 20، 10. اول حاجه لازم نبتدي نشتغل من الكبير للصغير. اول حاجه احط ال 200، اجي ابص هنا الاقي اللي حصل، الاقي ان الوزن ازيد من الجلد اللي ناتج عن الميه، يبقى مش هينفع معايا ال 200 جرام، هشيله وابتدي احط الوزن اللي اقل منه اللي هو ال 100. واحنا كده بصينا على الانديكيتور لسه ما وصلش للوضع الاساسي بتاعه، نبتدي نحط تاني ايه؟ نحط 50 جرام. لو جينا حطينا 50 جرام هنلاقي اللي حصل، هنلاقي ان الانديكيتور نزل لتحت، هنلاقي الانديكيتور نزل لتحت، هنشيل ال 50 ونحط كتله اقل منها وليكن كام؟ 20 جرام. نبص على الانديكيتور هنلاقي كده الانديكيتور مظبوطه، هنلاقي كده الانديكيتور رجع زي ما كان، يبقى الكتله الموازيه او نتيجه الجد اللي احنا حاطينها تساوي 120 جرام، 120 جرام. طيب لو احنا جينا بصينا نتيجه مكان تاثير الجد على البليت اللي فيها عند المسمار ده، لكن الفورس اللي احنا شغالين عليها في نهايه الارم، طول الارم من الهنج لحد مكان تاثير الفورس 38 سم، وطول الارم من الهنج لحد مكان تاثير الجلد 15 سم. يبقى عشان احسب الفورس نتيجه الجلد يبقى هضرب الكتله اللي عندي دي، هضربها في العجل عشان احولها لوزن، بعد كده اضربها في 38 سم اللي هو الدراع بتاعها عن الهنج، واقسمها على 15 اللي هو دراع الجلد عن الهنج. كده احنا حسبنا الاف اكشوال وهو اول شق من المعادله بتاعت تعيين السي ار. نبتدي نحسب الاف ثيوريتيكال، وهي عباره عن رو يو في فاينل ناس بي انيشال، رو يو في فاينل ناس بي انيشال. طبعا الرو احنا عارفينها هي الرو بتاعت الميه. تمام، الكيو عايزين نشوف ازاي نحسب الشارج، نيجي نحسب الشارج ازاي. طبعا احنا عندنا هنا ده الكونتينر اللي بنحسب فيه الميه، لو احنا جينا بصينا مش هنلاقي اي تدريج موجود، التدريج هنلاقيه في جنب البنش، في جنب البنش التدريج عندك من الزيرو 5 15 25. طبعا نتيجه ان الدقه بتاعت التدريج بتاعتك دي 5 لتر، فاحنا مش هينفع نقيس حاجه اقل من 5 لتر، فاحنا بنحدد الحجم هنا من الزيرو للخمسه. هاجي ابتدي احط السداده، ابتدي احط السداده وابتدي انزل تحت ابص على التدريب بتاعي. لو احنا كده بصينا هتلاقي الميه بتطلع لسه ما وصلتش للزيرو، اول ما توصل للزيرو ابتدي اشغل الستوبوتش واستنى لحد ما توصل لل 5 لتر. احنا شغالين معايا كده كده مشغل الستوبوتش بتاعتي،
كده وصل 5 لتر، اطفي الستوب واتش بتاعتي واشيل السداده يبقى انا كده كسبت ايه الكيو. نرجع تاني للمعادله بتاعتنا، احنا خلصنا الرو حسبناها، الكيو حسبناها، الفي فاينل نتيجه ان الجيت تخبط بسرعه راسيه في البان والبان ساكن، يبقى السرعة الفاينل هنا تساوي زيرو. السرعة الفاينل هنا تساوي زيرو. طيب بالنسبة للسرعة الانيشال، هي السرعة قبل ما تضبط البريد على طول. السرعة دي انا ما اقدرش احسبها نتيجة لو احنا كده بصينا في الجهاز بقى، خلاص هنجد احنا اللي احنا بصينا كده، هتلاقي معانا هتلاقي في مسافة من الجد او من النزل لحد البليد. نتيجة المسافة دي في اتجاه رأسي عاجل الجاذبية بتقلل السرعة بتاعتي، فلازم نشتغل بقانون نيوتن. هنفرض ان السرعة عند النوزل تساوي V نوزل، والسرعة اللي عند البان اللي هي V بان اللي هي قبل ما تخبط البان على طول، والمسافة ما بينهم 3.5 سم، وهتلاقيها مكتوبة عندك ب 35 مللي. هندخل في المعادلة دي، وعند A هي عاجل الجاذبية، اعرف احسب ال V بان اللي هي السرعة قبل ما تخبط البان على طول. والفي نوزل عباره عن الكيو اللي احنا لسه حاسبينها من شويه على مساحه مقطع النوزل، وهو كاتب لك الدايمتر بتاع النوزل حوالي 10 مللي. يبقى كده عرفنا الفي بان عن طريق الفي نوزل، وعن طريق الاي عوضنا عليها بالجي، والاس عوضنا عليها ب 3.5 سم. يبقى نعرف نحسب الفي بان اللي هي السرعه قبل ما تخبط البان على طول، وهي هنعوض هي الفي انيشال لو احنا كده بصينا في اخر المعادله، ان الفي اي او الفي انيشال في قانون المومنتم هي الفي بان في قانون نيوتن. يبقى احنا كده دلوقتي عندنا الفي اي موجوده، والفي فاينل الفي انيشال موجوده من قانون نيوتن اللي هي عباره عن الفي بان، والفي فاينل بزيرو في قانون المومنتم. يبقى رو كيو في في كده عرفنا الاف ثيوريتيكال. نقسم الاف اكشوال على الاف ثيوريتيكال، كده يتم تعيين ايه السي اي اللي هو كوفيشنت اوف امباكت. شكرا.